استقبل صباح اليوم رئيس الحكومة بايمي باتاكي البير كل من الممثل الخاص للأمين العام للمتحدة ووزير الدفاع السوداني، حيث تناولت المقابلتين المسائل المتعلقة بالعلاقات والأوضاع الراهنة. تقرير فاطمة الزهراء أبو المعالي. تنظيم الملتقى حول الإصلاحات المؤسسية للدولة والذي سينظم في الأيام القادمة، هذا هو هدف اللقاء الذي جمع معالي رئيس الوزراء بايم باتاكي البير مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فرانسوا لوسينيا فارلا. وخلال هذا اللقاء تناول فيه الطرفان سبل تعزيز العلاقات الدائمة بين الحكومة والأمم المتحدة. وقال فرانسوا لوسينيا فارلا أن هذا اللقاء الذي أجري مع معالي رئيس الوزراء ليس الأول من نوعه، بل تم عقد لقاءات موسعة مع ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة والأقلبية الرئاسية، حيث ثمن الفكرة والمقترحات التي قدمت خلال اللقاء. كما أشاد بجهود الحكومة عبر معالي رئيس الوزراء بصفته رئيس اللجنة العليا المكلفة بالإصلاحات المؤسسية للدولة. وفي سياق منفصل التقى رئيس الوزراء بايم باتاكي البير مع وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد، وتبادل الحديث معه حول العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين. كما تناول أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك السياسية الأمنية والاجتماعية. ونذكر أن هذه الزيارة التي قام بها وزير الدفاع السوداني إلى تشاد تعتبر زيارة عمل وصداقة، حيث كان برفقته في هذا اللقاء السفير السوداني لدى تشاد ووفد رفيع المستوى. قام صباح اليوم رئيس الحكومة بايمي باتاكي البير برفقة بعض وزرائه ومساعده بتقديم العزاء إلى عائلة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي وفته المنية بعد صراع مع المرض. تقرير خالد مسلحاش. انتقل إلى جوار الرفيق الأعلى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور حسين حسن بكر، وقد خلف رحيله حالة حزن عميقة أصابت الأمة التشادية عامة والمسلمين على وجه الخصوص. وقد قام رئيس الوزراء بايمي باتاكي البير يرافقه بعض الوزراء ومساعديه بالتوجه إلى منزل المرحوم الكائن بالدائرة الخامسة في حي أم رقيبة لتقديم واجب العزاء وصادق المواساة إلى أسرته المكلومة. الراحل الشيخ الدكتور حسين حسن بكر الذي أكمل دراسته الجامعية بالمدينة المنورة وحصل على شهادة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية، يعتبر أحد أبرز قيادات الدين الإسلامي في تشاد، حيث ساهم إلى جانب بعض القيادات الدينية المسيحية في تعزيز السلام الوطني والوئام بين أبناء الوطن. وقد كان الفقيد رئيسا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد حتى تاريخ وفاته، كما كان عضوا بالعديد من الكيانات الإسلامية والدولية. وعلى صعيد الإنجازات فقد ساهم الراحل في إنشاء العديد من المؤسسات الدينية والتعليمية، على سبيل المثال للحصر جامعة الملك فيصل، إذاعة القرآن الكريم، معهد طيبة لتأهيل الحفاظ والمعاهد الأزهرية. كما ساهم الراحل في توطيد العلاقات مع بعض المؤسسات والهيئات الإسلامية والدول الصديقة. وبرحيله تودع الأمة التشادية بقلوب يعتصرها الحزن والأسى فقيد الوطن. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا السياق وصلتنا هذه البرقية، برقية تازعة إلى رئيس الجمهورية من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. السيد الرئيس، أخي العزيز، تلقينا بحزن عميق نبأ وفاة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر الذي وفته المنية بالأمس. كان الشيخ حسين حسن أبكر عالم إسلامي رفيع المستوى، وقدم إسهامات كبيرة في تنمية العلاقات بين تركيا وتشاد، وكان يؤمن بالأخوة بين الشعبين، وعليه سيبقى خالدا في أذهاننا. وبسبب هذا الفقد الأليم أجدد باسم أمتي وباسمي الخاص أحر التعازي إلى فخامتكم وإلى الأمة التشادية الصديقة والشقيقة، سائلين المولى عز وجل أن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان وحسن العزاء. رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. من أهم الموروثات التي تركها فقيد الأمة التشادية فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر هي ثقافة السلام والتعايش السلمي بين الأديان لتعميق الوحدة الوطنية. تقرير فاطمة داود الحمر.
الغاية التي يحلم بها كل مجتمع سواء أكان مسلما أو مسيحيا أو حتى دون معتقد هي التواصل والتفاهم بين مختلف أبناء الوطن الواحد، وهذا هو ما تكفر في بسطه المرحوم فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر. ففي الفترات السابقة أي قبل فجر الحرية والديمقراطية لم تشهد البلاد أي تقارب أو تفاهم ملحوظ بين الديانتين في البلاد، ولكن منذ تعيين رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر عام 1991 دأب إلى فتح آفاق واسعة لها نظرة ثاقبة تدعو القادة الدينيين بالبلاد إلى توحيد الرؤى في خلق بيئة خالية من الانطوائية والخوف. وهذه الرؤى لقيت ترحيبا كبيرا من الأطراف الغير مسلمة خاصة أساقفة الكنائس الكاثوليكية. فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر يعد رائدا وقائدا في عملية السلام والتعايش السلمي الذي أعبق سماء البلاد منذ الألفينيات، وهذا التعايش جاء بالتعاون مع السلطات العليا للبلاد والذي أثمر عنه بتخصيص يوم وطني للسلام يحتفل به سنويا وهو 28 من نوفمبر من كل عام، وينظم من خلال هذا اليوم صلوات وابتهالات بين المسلمين والمسيحيين لتوفير الأمن والاستقرار في البلاد. فمسيرة فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر طويلة وحافلة بالإنجازات الكبيرة التي قدمها للشعب التشادي كفض النزاعات القبلية بين أبناء الوطن الواحد في مختلف أقاليم البلاد، وكذا تقديم المبادرات الإنسانية التي تمت بالتأكيد بالتعاون مع القادة الدينيين لأساقفة الكنائس. بفضل حرص هؤلاء العلماء تشهد بلادنا أمنا واستقرارا دينيا وتعايشا سلميا بين جميع القبائل التشادية، ما سمح لبعض من الدول إلى نقل كل الأساليب والأدوات التي أدت إلى توفير التعايش الديني والعرقي بين أبناء الوطن الواحد إلى بلادهم، مؤكدين بأن هذا النجاح الذي وصلت إليه تشاد جاء بفضل توحيد العلاقات بين القادة الدينيين المسلمين والمسيحيين. نواصل قراءة برقيات التعزية التي تصل إلى صالة التحرير، حيث بمناسبة وفاة الدكتور حسين حسن أبكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يتقدم النائب الثاني الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الدكتور زكريا محمد صالح والوفد المرافق له حاليا في تونس وهم أبكر طاهر موسى وعلي النظيف والنائب عثمان عبد الكريم وإبراهيم كوكني وعبد المجيد حجار ونور الدين جبرين زين وعزيز مالم يتقدمون بتعازيهم ومواساتهم الحارة لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ولأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولأسرة وأفراد الشعب التشادي برحيل الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر. إنا لله وإنا إليه راجعون. التوقيع الدكتور زكريا محمد صالح الأمين العام النائب لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ. أيضا برقية من قبل اتحاد عام لمؤسسات دعم اللغة العربية. إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت، بقلوب راضية بقضاء الله وقدر. ينعى الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية بوفاة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر الذي لبى نداء ربه إثر مرض لم يمهله طويلا، عن الاتحاد النائب الأول للرئيس عمر مصطفى محمد. أيضا منظمة الدعوة الإسلامية إقليم أدنى غرب إفريقيا قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب يغمرها الحزن والأسى لكنها مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدر بوفاة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الذي وفته المنية مساء الأحد. لذا فإن مسؤولي منظمة الدعوة الإسلامية تقدمون بتعزيهم لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ولأسرة الفقيد، سائلين له أن يلهمهما الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. توقيع مدير منظمة الدعوة الإسلامية بتشاد محمد نصر عبد الرحيم. برقية عزاء مشيخة بني هلبة بأن جمعنا تعزي لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ولأسرة الفقيد وعامة الشعب التشادي بوفاة فقيد الأمة الشيخ الإمام الدكتور حسين حسن أبكر. مشيخة بني هلبة بأن جمعنا الشيخ عمر عبد القادر
حماد نيل. أيضا الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي يتقدم بالتعزية لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وقع على البيان السيدة البتول زكريا الأمين العام للاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فراء تشاد. أيضا تتقدم المنظمة العالمية للدعوة بتشاد بتعزيها لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، حيث وقع على البيان مدير المنظمة عمر عثمان إبراهيم المدير التنفيذي.